محمد صلاح بالمناسبه واحد من ابرز اللاعبين، من ابرز اللاعبين دي هو ابرز لاعب في تاريخ كره القدم المصريه، هو اهم لاعب جه في تاريخ كره القدم المصريه، عمل عام رائع جدا زي كل الاعوام السابقه اللي عملها. عام 2023 كان عام رائع جدا على المستوى الفردي لمحمد صلاح، حتى لو على المستوى الجماعي ما كانش افضل شيء بالنسبه للانديه والمنتخبات، ولكن على المستوى الفردي ارقام قياسيه بالجمله بيكسرها في اعظم دوري في العالم، الدوري الانجليزي الممتاز. نشوف التقرير ده عن محمد صلاح في 2023 وبعدها الفاصل ثم نكمل مع زملائنا الاعزاء، خليكم معنا. تحطيم الأرقام القياسية وتخطي الأساطير والأسماء اللامعة أصبحت عادته وهوايته المفضلة. هكذا الحال بالنسبة لنجمنا المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، والذي واصل تألقه وتوهجه الملفت للأنظار مع الريدز. عام 2023 شهد العديد من النجاحات لمحمد صلاح على مستوى الأرقام الفردية، حيث أصبح أكثر لاعب يساهم بالأهداف على ملعب أنفيلد الخاص بليفربول، وفض الشراكة مع ستيفن جيرارد صاحب 120 مساهمة في الدوري الإنجليزي. ولم يقتصر تألق صلاح على الدوري الإنجليزي فقط، بل وصل إلى هدفه رقم 200 مع ليفربول بمختلف المسابقات، ليصبح خامس لاعب في تاريخ الريدز يصل إلى هذا العدد من الأهداف. كما وصل صلاح إلى هدفه رقم 151 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتخطى الأسطورة مايكل أوين ويقتحم قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ بريمير ليج، ويطارد نجم توتنهام السابق جيرمان ديفو الذي سجل 162 هدفا. وأكد صلاح ثبات مستواه واستمراريته في التألق، كونه أكثر لاعبي ليفربول مساهمة في أهداف فريقه هذا الموسم بتسجيله 16 هدفا وصناعته لثمانية أهداف خلال 26 مباراة فقط، وهو الأمر الذي يعكس تأثيره الفني المميز. وبعد نجاحات مميزة خلال عام 2023 يسعى محمد صلاح لمواصلة كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم بأرقام قياسية جديدة في العام الجديد، والذي يشهد تحديا خاصا له مع منتخب مصر يتمثل في رغبته في قيادة الفراعنة لحصد كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار للمرة الثامنة في تاريخ مصر والمرة الأولى في تاريخ محمد صلاح.